في الويل ده عشان كده بشوف حنان صح راكب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بعد مباراتنا مع وفاق سطيف اللي انتهت بفوز فريقي في مباراة كانت مثيرة صراحة، خاصة في الشوط الأول، اعطينا يومين راحة اللاعبين نظن بسبب العمل اللي قمنا به تقريبا في ثلاث الأسابيع الأخيرة، وراح نبدأ تحضيرنا للمواجهة القادمة أمام مولودية وهران. نظن يوم السبت لدينا الوقت الكافي لتحضير المجموعة، وممكن أيضا لين عندو اون بو ريكوبيري كلكو جوار اللي كانوا غايبين اللي كانوا مصابين، فنظن هي فرصه خاصه لهم البنشاعه نوعا ما، ممكن دراجي ايضا، ونشوفوا حاله بعض اللاعبين خاصه ربيعي اللي كان خرج مصاب في المواجهه الاخيره امام وفاق سطيف. والله مشكل دائما نلقاوه ككل مدربين ككل فرق، نظن موش الا شباب قسنطينه بسبب ضغط المباريات بسبب لي زيكزيجونس حنا كمدربين نعطيوها للاعبين. نظن حنا ايضا ماناش متساهلين مع اللاعبين سواء في التدريبات او حتى في المباريات، فاكيد ربيعي يعني كان اخر لاعب اللي اصيب وخرج يعني في الشوط الاول مثل دراجي. نظن حنا سيرتو لو كومبارتيمون تاع لاكس يعني محور الدفاع اللي كل مره يكون عندنا لاعب خارج وكاشاك فوا نبدلوا يعني نحاولوا نغيروا يعني من اللاعبين، هي تدخل في تدوير التشكيله على كل حال، ولكن ضر نوعا ما يعني صراحه. حنا حابين نستقر على التشكيله على الاقل في ثلاث اربع مباريات، ولكن نحاولوا نلقاو الحلول اذا كان العكس. فالشيء اللي صرا يعني صراحه تقريبا
كل مباريات الدوري تخنا بتشكيله مغيره، فان شاء الله نحاولوا نستقروا ريكوبيريتون وجوار بليسي ونستقروا في تشكيله واحده. والله اصعب مرحله، نظن مرحله صعيبه ماهيش سهله، ما كانت سهله بالنسبه لنا احنا او حتى الاداره وحتى الجماهير. نظن واحد ما كان ينتظر في الباركور هذا تاع لو سي اس اي بارابور واش صرا العام اللي فات واش كان ينتظر يعني النادي الرياضي القسنطيني هذا الموسم بغياب الجمهور في مباراه خارج قسنطينه في ميلا. فصراحه فوتنا نظن اجتيازنا لهذه المرحله ما كانش متوقع صراحه، لكن اللاعبين ادوا الواجب، نظن كانوا في الموعد صراحه، مركزين في المباريات. نساو انه النادي الرياضي القسنطيني او يمر بمشكله غياب الجمهور، والحمد لله ادينا واجبنا، لاعبين نعطيهم صحه، مشكورين من هذا المنبر اللي قاموا بمجهودات كبيره مضاعفه حتى في التدريبات. نظن خرجنا بسلام في من هذه المرحله، في انتظار مرحله عوده جمهورنا اللي نظن راح يكون دافع قوي وراح يكون هناك ضغط ايضا اكبر من اللي كنا فيه. فاكيد اللاعبين نظن متعطشين انهم يلعبوا مع جمهورهم، واذا كانت في فوز يحتفلوا مع جمهورهم بطبيعه الحال. نظن هذا شيء يخص اللاعبين ويخص الفريق يعني بشكل خاص. تتكرر كل بنفس السيناريو يعني بنفس الاجواء بدون جمهور في وهران. اما فريق نظن نرجع لاباس بها، راهو يتواجد في صحه جيده حاليا خاصة بعد تغيير الطاقم الفني، فتبقى مباراة ككل مباراة اللي لعبناها راح نركزوا لها ونحضروا لها كما ينبغي. معروف مولودية وهران حاليا خاصة في المباراتين الأخيرتين فاز أمام شباب القبائل وتعادل خارج الميدان، فنظن راه في صحة جيدة، يعتبر من أفضل الفرق ولو أنه تغير بنسبة كبيرة. فراح نقفوا ند لند ضد هذا الفريق إن شاء الله، مستعدين باش نرفع التحدي هنا إن شاء الله. والله مازال الوقت بالحديث على هذه المباراة، لكن رانا هذه أكيد هي راح تكون. شوف احنا مادام فيها مباريات كل أسبوع نظن شيء جميل بالنسبة لفريقنا وللاعبين. نظن النقطة اللي نتخوفوا منها الإصابات فقط. إلى غاية مباراة الصفاقسي نظن راح الفريق يكون أكثر نضج، يكون تحضيره يكون وصل نظن الى نسبه كبيره ان شاء الله. فهي فرصه لكل اللاعبين اليوم باش يقوموا بمجهودات سواء في المباريات القادمه وفي المباريات الافريقيه، ولما توصل المباريات الافريقيه اكيد راح يكون لها تحضيرات خاصه. فان شاء الله احنا نكون اولا في الموعد في الدوري اولا، ولما توصل يعني مباراه كاس الكاف او دوري المجموعات راح يكون لها كلام اخر. Yes, the game is difficult because you know they are in the, also in the best way because they have been playing so good also since the league started. But we believe like we're going to get the 3 points with the instruction with the coaches and the mentality of the boys. We just need like to make the fans also proud. Okay. Yes, it's a motivation for all the players when you find yourself in the first place. And the most important thing now, you're going to continue to be in the first place. I think with this, we can have the ability to continue to do our best, like to just remain in the first place. Yeah. It's like this as a new challenge, you know, when you get to a new place, like the culture and something like this. But I always focus anytime I give my chance, I always do my best. I always continue to wait for my chance. So I'm not worried. It's like I think the team is doing well, so I don't need to feel worried like we are the first. So every player always want the team to be the first. So and I'm still good to go. We still have many matches to play. Yes, yes, like I said, as far as the chances is coming, I need also to score to give myself the confidence and the team also to have confidence in me. I still believe the chance is going to come and I still believe I'm still going to score as many as goals. So I'm not in ace, I'm not in doubt. I still believe in myself, I still have confidence like because it's my job, so I need to do it. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، كما تشوفوا لعبنا مقابلة صعيبة كونتر فاكس طيف. الحمد لله يا ربي وين تضافر المجهودات تاع الطاقم الفني والجوار، وين أدينا مباراة في القمة وحسمنا الديربي. الحمد لله يا ربي وين 3 بوان قعدت هنا في قسنطينة. بالنسبة للتألق تاعي كان بفضل ربي سبحانه،
والمسانده تاع الزملاء تاعي في الملعب. كما كتشوف المعالم تاعي لقيتهم من لا بريمير اني تاعي في السي اس اي كونستانتين. الحمد لله يا ربي، وين العام اللي فات كانت لا بريمير سيزون تاعي، وين الحمد لله العام الثاني هذا، وين باينه بلي بروغريسا مع التوالف اللي جوا، عندنا لا كويزيون اللي جوا غير هما. الحمد لله يا ربي حنا نكملوا كيما هكا، نديروا المجهودات باش كاع نكونوا في لافورم نهار الماتش ان شاء الله. سر التألق تاعنا هو روح المجموعه، وين عندنا مجموعه متفاهمه والحمد لله كاع عندهم دي كاليتي، وين رانا نقدموا في مستويات مليحه. ان شاء الله يا ربي نكملوا كيما هكا باش نروحوا بعيد ان شاء الله.